دكتور علي، يعني نحن الآن ننتقل للمحور الثاني. دايما كده في اعتقاد شائع، عايزين نعرف من سيادتك مدى صحة هذا الاعتقاد، بأنه مجلس الشورى أو الغرفة الثانية أو مجلس الشيوخ ليس له هذه الأهمية مثل مجلس النواب أو مجلس الشعب في وقت من الأوقات. وده هيخليني أنتقل مع سيادتك إلى المحور الثاني حول اختصاصات دور المجلس. محتاجين كشباب نعرف اختصاصات هذا المجلس، وحبدأ من ياسين ماجد يوسف حسني من محافظة الجيزة، وكمان عبد المنعم إبراهيم محمود من محافظة سوهاج، وبعض الأسئلة كمان وردت إلينا حول هذا الموضوع. إيه الفرق بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ من حيث الاختصاصات؟ وهل السلطة الأعلى دايما بتكون لمجلس النواب أو مجلس الشعب كما كان في وقت من الأوقات، والغرفة الثانية دي غرفة مش عارف نقدر نقول على هامش الحياة السياسية؟ رأي حضرتك. طيب، عايزين نتكلم على المعلومات بنحلل. المعلومات بتقول لنا السلطة العليا ومجلس النواب، الذي يصدر القانون ومجلس النواب، الذي يقر الموازنة العامة مجلس النواب، الذي يسحب الثقة من الحكومة من الوزارة مجلس النواب. لما نشوف نص التعديلات الدستورية الخاصة بمجلس الشيوخ، فهم مادتين، هم ثلاث مواد. مادة بتقول في اختصاصاته انه يناقش كل القضايا المتعلقة بتعميق الديمقراطية والتطور الديمقراطي واحترام حقوق الانسان. المادتين التانيين اللي بيتكلموا على اختصاصه تبدأ بكلمة ايه؟ يؤخذ رأي. فتقال يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في كل الموضوعات المتعلقة بالمعاهدات الدولية وكذا وكذا، يعني السياسة الخارجية. يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في كل مشروعات القوانين كذا كذا كذا. يؤخذ رأي في ايه بقى؟ جميع القوانين اللي الحكومة بتحلها، يعني أي قانون هيجي المجلس النواب لابد يناقشه مجلس الشيوخ أيضا، أو ما يحيل إليه رئيس الجمهورية من موضوعاته. يعني أدي التحليل القانوني، لكن ما تقدرش تفهم أي حاجة بس بالقانون، لازم حتة سياسة. إيه حتة السياسة بقى؟ الرئيس السيسي من أسبوعين قال لمعلوماتكم أنا أي قانون سوف أحيله أولا إلى مجلس الشيوخ. أنتوا زي ما أنتوا عارفين اللي بيحيل المجلس مش الحكومة، يعني الوزارة بتدفع على مشروع قانون مثلا ترفعه رئيس الجمهورية بيوافق عليه، رئيس الجمهورية هو الذي يقوم بتحويل جارة العادة لمجلس النواب. الرئيس قال لا، أنا هأحيله إلى مجلس الشيوخ. يعني إذن جعل من بحث مجلس الشيوخ لجميع الموضوعات لجميع مشروعات القوانين. واحد يقول لي طب هتفرق ايه؟ ما هو مجلس النواب برضه هو السلطه العليا. نعم نعم ولا،
لأن مجلس الشيوخ ده مش بيشتغل في الظلمة، ده في وجود الرأي العام، وكل يوم المواقع الإخبارية والمصري اليوم ومصراوي وإيه وإيه بيحكوا حصل فيه إيه، وبيجي في الآخر بيقول آدي مشروع القانون اللي حاله ليه رئيس الجمهورية والحكومة وآدي رأيي فيه، وبيحول ده إلى مجلس النواب. يعني مجلس النواب عندما يبدأ البحث في أي موضوع سوف يجد نفسه ما عنده مشروع القانون الأصلي بتاع الحكومة ومعه الرأي الذي توصل إليه مجلس الشيوخ بالإضافة والتعديل والحذف. أنا بقول بقى ده هيمثل عامل تأثير سياسي. التقرير بتاع مجلس الشورى ده زي ما قلت مش في الضلمة، الشيوخ ده هيبقى موجود، ورئيس الجمهورية تابعه، والرأي العام تابعه، والأحزاب السياسية تابعته، وأعضاء مجلس النواب تابعوه. إذن أهمية دور مجلس الشيوخ إنه هو رغم إنه قانونيا رأيه مش إلزامي مش ملزم، إلا إنه من ناحية السياسية رأيه اللي حتى بعد دراسة علنية هيبقى عامل مؤثر وضاغط على شكل مناقشات مجلس النواب. وهيبقى مجلس النواب إذا رفض رأي من آراء مجلس الشيوخ لازم يقول ليه. يعني الحكومة بعتت مادة مجلس الشيوخ درسها وقال أعتقد الصالح العام تتعدل بالشكل الفلاني 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 أو تتلغي أو يحل محلها حاجة تانية. إذا مجلس النواب جه وغير في هذا هيبقى مطالب أمام الرأي العام وأمام الشباب وأمام الدنيا كلها اللي يقول أنا غيرت ده للأسباب التالية. يبقى في أسباب شكرا. تقدم يعني. طب ننتقل إلى سؤال آخر. مصطفى أحمد فؤاد محمود من محافظة الجيزة معانا دلوقتي على الشاشة. ما هي صلاحيات ومسؤوليات مجلس الشيوخ؟ هل الحكومة أستاذنا ملزمة بتقديم مشروعات القوانين إليه؟ يعني هناك إلزام أنه قبل أن يقترح أي قانون أن يمر عبر مجلس الشيوخ الغرفة النيابية الثانية؟ أنا جاوبت عن ده. لا، هو لو عايز ترجع للقانون الحكومة بترفع رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية زي ما قلت لغاية النهاردة لغاية امبارح بيحوله لي مجلس النواب. الرئيس قال أنا من الآن وصاعدا هأبدأ بتحويل الموضوع إلى مجلس الشيوخ. شيوخ بداية. بداية. فمجلس الشيوخ هتبقى الهيئة التي تبدأ بمناقشة أي مشروع قانون. من محافظة الجيزة نروح مع حضرتك إلى محافظة الدقهلية ومنى جودة إسماعيل. منى جودة إسماعيل بتسأل حضرتك كيف نحقق المادة الخامسة من الدستور لضمان التعددية السياسية والحزبية؟ ولكم خالص شكري. ده موضوع مهم جدا ويهمنا كشباب ويهمنا كوزارة الشباب. بنتنا العزيزة بتقول ايه؟ هي لقطة جميلة. الدستور بيقول في المقامات الرئيسية لشكل نظام الحكم ان النظام الحكم في مصر يقوم على تعدد الأحزاب. يعني أساس نظام الحكم هو ان في أحزاب سياسية متعددة، مش واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا خمسة، وإنها أحزاب مش ورقية، وإنها أحزاب لها وجود في الشارع المصري، وإنها أحزاب بتقدم رؤى مختلفة في إطار رسالة الدولة المصرية تتعدد الآراء. ولما نقول في اصطفاف وطني حول القيادة وحول الدولة لا يعني توحيد الآراء بالقوة. الاصطفاف حول التوجهات الاستراتيجية للدولة، إنه ممكن نتفق ونختلف
كيف تتحقق هذه الاستراتيجيات؟ ما هي السياسات المختلفة؟ فيجي حزب الوفد يبقى له رأي، حزب التجمع له رأي، المصريين الأحرار له رأي، مستقبل وطن له رأي، حماة وطن له رأي، العدل له رأي، الحرية المصري له رأي، الشعب الجمهوري له رأي، في إطار إذن أنا بعتبر عايزين بقى شوية كده يعني لازم نقرأ الأمور. إحنا الخمس سنين اللي فاتت لازم نعرف حصل إيه. لما عملنا انتخابات لمجلس النواب إيه اللي حصل؟ إن عدد النواب المستقلين طلعوا أكتر من عدد النواب الحزبيين، فبنتهي الحق. إذا كان أغلب أعضاء مجلس النواب لا ينتموا إلى حزب في هذا الوقت لما انتخبوا، وده بقى يثير أسئلة كتيرة، مستقلين عن إيه؟ طب أنت عندك أحزاب بكل ألوان الطيف، إذا أنا رأيي النتيجة النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات الحرة كان فيها شيء نتوقف أمامه، وإن المسائل مش متظبطة. وأنا قلت في كثير من التصريحات إحنا ما زلنا في مرحلة انتقال، بس مش انتقال قانوني ودستوري، لا ده خلصنا، انتقال سياسي. انت يعني انتخابات 15 لا الاحزاب كانت ضعيفه، بدليل ان اغلبيه الناس اللي نجحت بدون احزاب، واختارت هي تبقى مستقل، وده عمل مشاكل بقى في اداء المجلس. الله لما انا عندي 10 احزاب يبقى في 10 ممثلين لهم اقعد اتكلم معاهم ويتفقوا ويختلفوا، لما اغلب الاعضاء من المستقلين يعني كل واحد وراسه، كيف تدار العملية التشريعية؟ ودي عملت مشاكل، ويجوز في سؤال تاني تيجي مناسبة أجاوب عليه. إذن إحنا أمامنا تحدي تنشيط الحياة الحزبية في مصر، وتنشيط الحياة الحزبية يساوي تفعيل الحياة الديمقراطية. وأنا كده بقول ما فيش ديمقراطية من غير أحزاب، وما فيش مشاركة سياسية فعالة ومستدامة من غير أحزاب. الأحزاب هي موتور الحياة السياسية والحياة الديمقراطية. أنا بقول بقى عشان نربط السؤال ده، إن إحنا انتخابات مجلس الشيوخ فرصة مهمة قوي نشوف ازاي هتنشط الأحزاب وازاي هتقدم اختيارات. ليس مطلوبا ان انا يبقى عندي حزب ياخد 80% من الكرسي، ليس مطلوبا ابدا. وبعتقد لو نتأمل في دروس الماضي لما حزب يحاول يسعى ياخد 90% من الكراسي نتيجة وخيمة جدا على الحزب وعلى نظام الحكم كله، انه ليس من طبيعة الامور، ليس من طبيعة الامور ان يبقى عندي حزب واحد بقيادة واحدة ايا كان تاخد 90% من الكراسي و 95% من اصوات الناس. واذا حدث على سبيل الاستثناء في لحظة تحول ليس هذا هو النمط الطبيعي للتطور. وأنا بعتقد إن إحنا في مجلس الشيوخ لما هنيجي نتكلم على انتخاباته أو حاجة
ففي قائمة وطنية للأحزاب مشترك فيها 7 أو 8 أحزاب. إذا أنا ضمنت من البداية إن هذا المجلس هيبقى فيه تمثيل، ما فيش فيه احتكار من جانب أحد الأحزاب للأغلبية الساحقة التلتين فأكثر، إنما هيبقى فيه ائتلاف انتخابي. وفي السكة مش عايزكوا بقى يعني الواحد يعني في واحد هيقوم ويطلع ويعلي حسه ويقول لا الكلام ده غلط، ده من سنة الحياة. أنا يعني لما أنا أروح حتة كده كل الناس بيقولوا نفس الكلام أخاف، أقول الاجتماع ده بترتب أو الناس دي كلها لهدف ما بتقول هذا الكلام. لازم في واحد بيشط شوية شمال، حد بيشط شوية يمين، حد ماسك العصاية من الوسط، حد في وسط الكلام يقول كلمة غلط، وإيه يعني؟ طب أنا إذا ما غلطش وأنا شاب صغير هغلط إمتى؟ ما هو الغلط معناه أتعلم، والخطأ هو سبيل التعلم. يعني النهاردة تلاقوا في الجرايد وفي الوقائع كلها حزب حماة وطن، وده كله لواءات والفريق أول كذا وكذا، طلعين بيان غاضب جدا وقالوا لن سوف نخرج في الجرايد النهاردة. احنا كان اتفقنا مع احزاب القايمه دي على كذا مقعد، ما خدناش المقاعد ديت واحنا هنخرج عن القايمه وهننزل. انا بعتبر ده شيء ايجابي، ان في حيويه في الحياه السياسيه، ان ما فيش حد بيدي امر والناس تنصاع اليه، انما بتتكلم بتاخد وتدي في الكلام. إذا اتفقنا أهلا وسهلا، وخذوا بالكم الحزب اللي قال حخرج يجوز لما نتفاوض شوية تاني يقول لا هرجع تاني. حزب الإصلاح والتنمية اللي هو أنور السادات أطلع بيان من يومين قال لك احنا ناقشنا وعملنا وقررنا الدخول في القائمة الوطنية. حزب الشعب الجمهوري برضو طلع بيان وده بقى يوم الجمعة اللي فات قبل الدنيا خلاص، يوم الجمعة عملوا مؤتمر صحفي وأعلنوا جميع مرشحيهم للمقاعد الفردية وجميع مرشحيهم في القوائم الانتخابية. أنا عايز أقول هرجع بقى يعني أنا بسرح كده أدي أمثلة، لكن الخط الرئيسي دعم الحياة الحزبية وإن النواب في البرلمان يبقوا ممثلين لأحزاب سياسية، وأحزاب سياسية لها كوادرها الشبابية صبيان وبنات، وأحزاب سياسية كلها بتختلف في إطار الرسالة الوطنية للدولة. جميل. وفي إطار ثوابت الأمن الوطني.